انا هبدا من الاول خالص يا دكتور، هي ازاي السيده تتاكد او تعرف ان هي حامل؟ لانه احيانا الستات الموضوع ده يلخبطها قوي. تمام، هو الاول في اعراض اللي هي اهم عرض انقطاع الدوره عن الميعاد المتوقع، ولكن الحاجه اللي هي الاكيده اختبار الحمل في الدم او الموجات فوق الصوتيه، واحنا بنشوف كيس الحمل الموجود داخل الرحم. دي الحاجات اللي هي تو بي شور يعني، انما الحقيقه الاختبار المنديلي اللي بيتعمل بنلاقي غلطاته كتير، فكتير قوي ممكن صحيح. تحسب انها حامل او العكس صحيح، ممكن تحسب انها مش حامل وبرضو بنلاقيها بكده. يعني احيانا يطلع الاختبار سلبي، بعد شويه تلاقي الخط التاني بدا يظهر، بالظبط يعني فالست تبقى متلخبطه مش عارفه هي حامل مش حامل. عند حضرتك حق، لان هو نفس التيست ده ممكن يبقى اكسبايرد، فبيدينا فولس امبريشن. يبقى الحاجه الوحيده اللي السيده تقدر تعتمد عليها بشكل يعني اكيد هو اختبار الحمل الدم، اختبار الدم والالترا ساوند او السونار اللي هو اثناء الحمل. طيب نسمع كتير دلوقتي يا دكتور على التحليل الرقمي. ايوه، اختبار الدم الرقمي او أيوة. التحليل الرقمي، هو ده ايه فايدته وامتى بيتعمل وبيتعمل عشان يوضح لنا ايه بالظبط؟ هو الاول الاختبار الرقمي ده بيدينا نسبه الهرمون الموجوده، هرمون الحمل الموجوده، بيدينا الاول فكره عن سلامه الحمل. هو ده لما يكون في نسبه معينه بيديني ريفرنس رينج كده من كذا لكذا، بقى كام اسبوع او كده، ده سلامه الحمل. ممكن بيدينا فكره عن اذا كان الحمل ده مش جوه الرحم او اللي هو الاكتوبيك او الحمل خارج الرحم، لان زياده الهرمون بتبقى والحمل اللي داخل الرحم بتبقى زياده مضطرده، انما زياده الهرمون بتبقى قليله قوي في الحمل خارج الرحم. فاحنا لما بنعمل الاختبار الاول بنشوف نسبه الهرمون ضعيفه شويه، بنقول لها لا احنا نعمل بعد 48 ساعه تاني. صحيح. المفروض في حالات الحمل الطبيعي بيزيد بالدبل او بنسبه على الاقل 60%، انما يعني لو من يوم ليوم يومين يزيد، يومين كل يومين يزيد تقريبا 60%. في الاول 60% من نسبه الهرمون، فبالتالي ده يدينا دلاله على انه الحمل كده ماشي الحمل كويس. لو لقينا ان هو الزياده اقل من كده بنشك في حمل خارج الرحم، وساعتها بندور على حاجات تانية اللي هو الالترا ساوند والحاجات دي نتاكد من التشخيص. طيب دكتور، كلمه الحمل خارج الرحم دي كلمه يمكن بتخوفنا احنا كلنا كستات. أيوة. يعني اي سيده يتقال لها حمل خارج الرحم او حاله حمل خارج الرحم تقلق جدا طبعا، تحس ان في حاجه غلط وان هي داخله على مشكله. يعني ممكن الحمل ده هو طبعا لازم يتم اجهاضه اكيد، ولكن هي بتحس ان هي ممكن ده كمان يعمل لها مشاكل بعد كده في حدوث الحمل. هو الحقيقه على قد ما الحاله خطيره، بس في حالات كتير جدا بيحصل حمل بعد التدخل، حتى التدخل الجراحي لحمل خارج الرحم، بس لازم نحطها في اعتبارنا طبعا، والعيانه تبقى يعني اهم حاجه. هو الحمل ده اولا لازم يتم اجهاضه ولا ممكن السيده تكمل الحمل؟ لا، هو يعني في حالات نادره بيحصل له هو اجهاض نفسه، الحمل في الانبوبه بالذات، هو طبعا اشهرهم الحمل داخل قناه فالوب. يعني هو في الحمل خارج الرحم ممكن في حتت كتير، بس اكثرهم شيوعا الحمل داخل قناه فالوب. فالحمل ده طبعا مش ممكن يكمل، لان القناه دي يعني اللي هو القطر بتاعها صغير قوي، مش هيسمح بالتمام. فبيحصل له في حالات قليله بيحصل لها يعني اجهاض للحمل ده، ودي بالمتابعه بنلاقي يعني كل شويه بنلاقي الدنيا بتتحسن، الالم بيخف، الدم بيقل، بنتابعه بالسونار وبنسبه الهرمون الهرمونات اللي هو التحليل الرقمي زي ما قلت لحضرتك عليه، فممكن يحصل لها اجهاض، بس دي حالات قليله قوي. اللي غير كده بقى ان ممكن يكون الحمل خارج الرحم ده او جوه الانبوبه ده يستمر، وساعتها لازم التدخل الجراحي. او اسوأ سيناريو ان هو يحصل انفجار للانبوبه، وساعتها بيحصل نزيف داخلي، وساعتها يتطلب تدخل سريع جدا وكده. بس احنا بنطمن، وعشان كده احنا كستات بنخاف من الكلمه دي، لانه احنا دايما بنسمع السيناريو التاني ده، انه الحمل يحصل فيه تطور وبالتالي الجنين حجمه يكبر وبالتالي يحصل انفجار
في الانبوبه، فبالتالي الست تفقد يعني طبعا هي يعني الحاله ساعتها كبير من خصوبتها يا دكتور. والله احنا يعني كنا زمان كان بيتشال الانبوبه المنفجره ومعاها المبيض اللي معاها، بس بعد تطور بقى ودخول حالات الحقن المجهري وكده احنا بنحافظ على المبيض، بتشال الانبوبه فقط، وربنا سبحانه وتعالى عامل لنا عامل للسيده انبوبتين، فممكن بيحصل حمل في الانبوبه الثانيه وبتكمل عادي. حالات كتير جدا حصل لهم حمل خارج الرحم وكملوا بحمل طبيعي بعد كده. يعني ممكن في ظل وجود انبوبه واحده بس يحصل حمل طبيعي. طيب دكتور، في سيدات ما بتبقاش عارفه يعني لما حصل لها الحمل هي امتى المفروض تبتدي تروح تتابع عند دكتور النساء، لانه في سيدات بتبقى حملت قبل كده مرتين ثلاثه فهي عندها فكره يعني لا باس بها، فتبتدي تروح في الشهر السابع الثامن قبل ما تقرب ولاده. ما هي ده الخطوره بقى، ان هي ممكن تسمع كلام من حد بالزبط. او حد يقول لها كده وده طبيعي، او والدتها كانت طبيعيه بتقول لها ما روحتش غير ساعه الولاده، بس طبعا ده خطر جدا، لان الاكتشاف لاي عرض مش طبيعي ده مهم جدا. امال ايه؟ طيب احنا عايزين نقول لهم من خلال الحلقه دي ايه خطوره ان هي تقول انا عندي خبره يعني كويسه تعتبر، وانا سامعه كلام مامتي وجارتي وقريبتي، فبالتالي انا مش هبدا اروح غير لما اقرب اولد. ايه خطوره انه يعني الست دي تبقى معرضه لمشاكل هي مش عارفاها خلال شهور الحمل وهي مش بتتابع، فهي بالتالي مش عارفه طبيعه المشاكل دي تتعامل معاها ازاي؟ ايه اللي ممكن يحصل يا دكتور لسيده واخده القرار ان هي مش هتتابع الا لما تقرب تولد؟ طب احنا برضه لو ابتدينا متابعه الحمل المفروض انها تبتدي قبل ما يحصل الحمل. المفروض أصلاً يعني. ان السيده اللي بتخطط لحدوث الحمل تكون يعني عامله تحاليل او مطمنه على حالتها العامه، لان من قبل بدايه الحمل في حالات مثلا معينه زي سكر اثناء الحمل، ده لو ما كانش السكر معمول له كنترول قبل الحمل ده السيده دي معرضه لتشوهات الاجنه، لو ما كانتش عامله كنترول السكر حتى قبل بدايه الحمل بالذات اول 3 شهور طبعا. وجود الانيميا اللي موجوده عندها لازم تتصلح قبل حدوث الحمل. في حاجات كتير قوي لو هي سابت نفسها كده، طب ما ممكن الحمل ده تكون هي محتاجه ربط على الاجنه، يكون مثلا توأم ومحتاجه ربط على عنق الرحم بعد نهايه الشهر الثالث بدل ما تتعرض لاجهاض او ولاده مبكره. ابسط حاجه لو كانت هي فصيله الدم بتاعتها اللي هو عامل الروسس ده او فصيله الحمل بتاعتها سلبيه ار اتش نيجاتيف، وحصل حمل وهي ما راحتش للدكتور حصل اجهاض وما خدتش بالها، طب ما هتتكون جوه جسمها اجسام مضاده للحمل القادم، فهي كانت لازم تاخد حقنه معايا. فهي طبعا المتابعه الحمل دي اساسي، ما لو ما قدرتش قبل الحمل بعد ما تعمل اختبار الحمل وتتاكد على الاقل بعد اسبوعين لازم تتوجه للطبيب المعالج. والحقيقه انه هي عندها اكتر من تجربه، ده ما يخليهاش يبقى عندها خبره، لان كل حاله حمل بتحصل كل حمل بظروفه طبعا بظروف. طبعا طبعا بظروفها. صحيح بالزبط. صحيح فبالتالي كده كده لازم تتابع الحمل. طيب نبتدي بقى يا دكتور نمسك الحمل كده ونقسمه على 3 مراحل. اول 3 شهور بنقسمهم هم 9 شهور. صحيح. اول 3 شهور والشهور الوسطى واخر 3 شهور. طيب. كل حاجه بقى ليها اعراضها وليها مشاكلها. اعراضها ومشاكلها بالظبط كده. طيب ايه المشاكل اللي ممكن تحصل للسيده او تقابل السيده مع اول 3 شهور في الحمل؟ يعني احنا الاول اول قاعده مع المريضه او الحامل او بتيجي بنديها شويه تعليمات كده. اولا هي الحامل مريضه؟ لا السؤال اللي لا انا عايز اساله عشان كده صلحت قلت اول ما بتجينا السيده الحامل، يعني هو ده المفروض انها حاجه فيسيولوجيه فهي مش مريضه الا لو في عرض اخر يعني. فالاول بنقول لها على في اعراض طبيعيه لازم تتعودي عليها، وفي حاجات لازم تاخدي بالها احتياطات تاخدي بالك منها، وفي بقى الاعراض اللي هي لازم ساعتها تتوجهي للطبيب او تتصلي بيه. الاعراض الطبيعيه لاي واحده حامل في الاول اللي هو الاحساس بالغثيان، دخول التواليت فترات على فترات قريبه، مش الم في الحوض يعني اكتر منه تقل في الحوض او كده، وده نتيجه الاحتقان الحوض، اقول لها دي حاجات عاديه خالص ولازم يعني ما تقلقيش منها. انما الحاجات اللي لازم تقلقي منها حاجتين مهمين جدا اللي هم حدوث نزف او الالم الشديد.
او ممكن بقى القيء مستمر اللي بيسموه ساعتها قيء مستعصي. ده دي اكتر مشاكل للسيده في اول 3 شهور. طيب خلينا نمسك مشكله مشكله من اللي حياتك ذكرتهم دلوقتي ونتكلم عليهم شويه ونشرحهم شويه ونشرح اسبابهم، لان دول فعلا اكتر المشاكل اللي بتضايق السيده خلال الشهور الاولى من الحمل. يعني المغص ده، انا هتكلم كده زي ما الستات بتتكلم يا دكتور، المغص ده او الم البطن القوي ده كتير من السيدات بتحسه مع الحمل، والسيده اللي بيحصل لها ده لاول مره ممكن الحمل التاني والتالت يبقى في نفس المغص حتى هي تعرف ان هي حامل من شكل المغص اللي اتكرر في اول مره. بس هو لو مغص يعني ما اقدرش اقول لك المغص شديد يبقى دي علامه من علامات الحمل. لا، هو المغص المتقبل، انما المغص الشديد ده ممكن يكون علامه من علامات حمل خارج الرحم. اولا أو ايه سبب يا دكتور؟ يعني ايه سبب الاحساس بالمغص مع اول شهور الحمل؟ المغص زي ما قلت لحضرتك، المغص اللي هو المتقبل يعني المحتمل بيكون نتيجه احتقان الحوض. ما هي كله بيستقبل الجنين ده وبيحصل زياده في الدفع تدفق الاوعيه الدمويه للرحم او كده، فممكن تحس بالاحساس بالتقل او اعراض الدوره الخفيفه يعني. أيوة. انما المغص زي مغص البيريد. ايوه بالظبط، بس على برضو اخف. انما المغص الشديد ده لازم طبعا ساعتها نتوجه للطبيب، لان دي ممكن تكون علامه من علامات حمل خارج الرحم او الاجهاض. طيب بس لو هي يعني راحت وتاكدت ان هي لا بتعاني من حمل خارج الرحم ولا اجهاض، ايه سبب المغص الشديد اللي بتحس بيه بعض ممكن السيدات؟ ممكن يكون انقباضات في الرحم. دي نتيجه ممكن الاجهاد، ممكن ممارسة الحياة الزوجية على فترات قريبة، لأن السائل المنوي نفسه في مادة اسمها بروستاجلاندين، دي بتساعد على انقباضات في الرحم. فاحنا عشان كده لازم تتوجه تاخد النصح بقى، ان احنا مثلا ممكن نأجل شوية العلاقة الزوجية، نخف المجهود، حاجات كده. انما لو مغص استمر طبعا احنا في علاج كتير زي مثبتات الحمل او كده. انما يعني برضو نتاكد من موضوع ان هو الحمل سليم ومش خارج الرحم يعني. طيب احيانا السيده مع اول شهور الحمل تتفاجئ بانه نزل منها بعض قطرات الدم، يعني ما تبقاش فاهمه ده ايه، هل ده ما هو دي حمل نزل، هل ده بوادر اجهاض؟ احنا تملي بنقول لها احنا نقارن بكميه الدم الدوره الشهريه. لو حاجه اقل من الدوره الشهريه تعتبر بيسموه اجهاض منذر او الانذار بالاجهاض. لو اكتر من كده بنبدا بقى نخش في الحاجات التانيه بتاعه الانواع الاخرى. الاجهاض ده ممكن يكون اجهاض منذر اللي هو كميه دم قليله جدا مع مغص قليل، ومع المثبت والراحه بيكمل على خير. يعني نقط الدم دي يا دكتور تقلق ولا ممكن تعدي كده تمام يعني؟ لا، ما ينفعش تعدي، لان يعني ممكن يعني ما ينفعش الست تشوف نقط دم وتقول ده عادي، ده بيحصل لكل الستات مع الحمل. طبعا لا، لازم لا. لازم على الاقل هيبقى نقول لها راحه ونقول لها تاخد مثبت معين او كده. بس طيب ناخد مروه على التليفون ونرجع نكمل. اتفضلي مدام مروه. الو. نعم يا دكتور. اتفضلي يا مدام مروه، حضرتك على الهواء. مروه علي رمضان، اهلا وسهلا بيكي، اتفضلي. دكتور انا شايله الرحم من 6 شهور. ايوه. عندك كام سنه يا مروه؟ عندي 37 سنه. ايوه تمام. انت مخلفه؟ ايوه مخلفه قبل كده مرتين. تمام، ايه سؤالك يا مروه؟ انا شايله المبيض بقالي 6 شهور والمبيض الشمال وبقالي 4 شهور دلوقتي متجوزه، والدم بينزل يعني نقط كده بتنزل، وحصل حمل الدكتور قالت لي سقطتي وكده، بس انا مش مصدقه مش عارفه بقى. هو حضرتك شايله الرحم ولا المبيض؟ فاهم قصدك؟ المبيض. المبيض الشمال. قلتي في الاول شايله الرحم، شايله المبيض؟ لا مش شايله الرحم، كان كيس الرحم الاول عمل تسرب على لا شايله كيس من قلب المبيض. حضرتك قلتي شايله الاول الرحم ولا قلتي شايله المبيض؟ لا 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 انا اسفه انا اسفه. تمام تمام، حضرتك شايله كيس من على المبيض تقصدي؟ اسم الله عليك، عمل تسرب في الرحم الشمال. شال، والدكتور قال لازم يشال، شلته عند طرش شهري خاص بره. تمام. بس وده بقى لي 5 شهور دلوقتي متجوزه، بيقولوا كنت حامل وسقطت. هو مين اللي بيقوله يا فندم؟ الدكتور ده دكتور.
طب من غير اختبار حمل، حضرتك عملتي اختبار حمل او عملتي سونار؟ عملت اختبار حمل، وعملت لما عملت ما بانش بالاختبار، بان في الاشعه بان في كيس حمل يا فندم. ايوه كان وحضرتك حصل لك نزف بعديها. ايوه دم كتير لو دم كتير كده يبقى غالبا حصل اجهاض ولازم. طب ايه سؤالك يا مدام مروه؟ وحياتك عايزه تخلفي؟ ايوه جوزي عايز طبعا. طيب حاضر. وحياتك قلقانه يعني يبقى في مشاكل؟ ايوه نزل دم تاني بعد ما نزل الدم الاولاني، نزل تاني دم بعد شهر ونص. طيب حضرتك بعد ما نزل الدم حضرتك رحتي للطبيب المعالج وعملتي؟ لسه، لا لسه بقى، انا لسه الظروف عليا لسه. ما هو ده لازم يا فندم حضرتك تروحي وتتاكدي من سلامه الحمل ده، هل هو لسه موجود ولا حصل اجهاض؟ يعني انما هو صعب قوي اوصف حاجه على التليفون وانت مش عارفين يعني ده هي حصل. تعمل ايه دلوقتي بقى؟ هي لازم طبعا تعمل سونار. طيب. اول حاجه تتاكد من لازم تعمل سونار عشان تتاكد اذا كان في حمل او لا، اذا كان هو نزل ولا لا، واذا كان ممكن في ممكن ما يبقاش نزل بشكل كلي ممكن. يعني ممكن ما هو في من انواع الاجهاض، كنت لسه بقول لحضرتك ان هو في اجهاض منذر اللي هو ده يبقى الحمل سليم بس حصل دم قليل مع مغص قليل، في اجهاض حتمي اللي هو يبقى كل الحمل نزل والرحم خلاص حصل له بالتالي لازم تعرف هي في انهي حاله. اجهاض غير مكتمل لازم طبعا دي اول حاجه تعملها السونار. طيب هي قلقانه انه ما يحصلش حمل. خلينا نقول يا دكتور لو الست زي مدام مروه كده بتخطط لحدوث حمل، هي عاوزه. أيوة. هي عاوزه يحصل. أيوة. حمل، ايه اللي ممكن نقوله لها؟ اول حاجه بنقول زي ما قلنا في اول الحلقه تتاكد من الحاله الصحيه بتاعتها، وبعدين هي برضه ما جابتناش سيره الزوج ده، هل عنده اولاد ولا لا، ولا ده اول زواج له؟ لازم ما هو الحمل ده مسؤولية زوج وزوجة. أي صح. لازم الأول تحليل، احنا أول ما بتجيلنا واحدة بتدور، زمان كنا بنستنى سنتين قبل ما نقول لها تفكري في الحمل، إن بعد ارتفاع سن الزواج فبنقول مثلا 6 شهور على الأقل. على دلوقتي الناس بقت تتجوز عادي في سن الـ40 وحاجة بالظبط كده، فما بنستناش يبدأوا الحياة أصلا، ما بنستناش بقى فترة كبيرة. هينفع بقى نستنى. فاحنا بنقول أول حاجة تحليل الزوج الاول، نطمن على ده سهل جدا، تحليل سائل منوي بنعمل له اسسمنت كده ونشوف اخباره ايه، وغير كده بقى نسالها اسئله طبيعيه اللي هي الدوره بتجيلك بانتظام او لا، في اي تاني اعراض تانية معاها عشان نشوف برضو سلامتها او حالتها الصحيه. زي ما قلت لحضرتك برضو في الاول موضوع السكر ده كان لازم يتظبط قبل ما نبتدي في الحمل، او اي حاجات تانية زي ضغط الدم العالي او الانيميا فقر الدم. يعني تقييم تحليل الزوج هو اللي بيحصل في الاول، وبعد كده نبتدي نبص بقى هنعمل ايه للزوج بالظبط. طيب دكتور خلينا نتكلم على حاجه زي سكر الحمل. أيوه. سكر الحمل بيحصل لبعض السيدات اثناء شهور الحمل، ويبقى ليه مشاكل، يعني حدوثه بيتسبب في مشاكل ليها هي شخصيا ومشاكل للجنين اللي هيتولد. تمام. ايه المشاكل اللي ممكن يعملها سكر الحمل؟ السكر ده زي ما قلت لحضرتك، زي ما حضرتك قلتي ان هو مشاكل الام ومشاكل للجنين، بس انا بطمنهم مع اذا كان في تضبيط للسكر من الاول او من قبل الحمل او اثناء الحمل، الوقت العلاج بقى كويس جدا وبتكمل حملها على خير. وده انا حتى رساله الدكتوراه بتاعتي كانت على الحوامل المصابات بسكر الحمل. يعني على الام ممكن تتعرض لالتهابات مزمنه، ممكن تتعرض ل برضه معاها ارتفاع في ضغط الدم، طبعا بتبقى ارتفاع ضغط الدم مع السكر بيبقى له اثار سلبيه اكتر. يعني اهم حاجه على الجنين احنا ممكن نتعرض لاجهاض لوفاه للجنين داخل الرحم، كل ده للي هم مش مظبطين نسبه السكر. انا ما بخوفش الناس، بس هي لو السكر كان ان كنترول ممكن يحصل لها الحاجات دي، ممكن يبقى كبر حجم الجنين بالذات لو ما عملتش كنترول كويس، زياده الميه حوالين الجنين، التعرض بتولد الجنين حجمه كبير، يعني دايما حتى الاجنه حجمها كبيره يشكوا ان الام تكون مصابه بالسكر، وده مش علامه كويسه ان هو حجمه كبير تقول ما شاء الله او حاجه. بالعكس لا بالعكس يعني
زائد عدم اكتمال رئه الجنين لغايه الاخر، او ممكن يسبب تشوهات خلقيه زي مثلا تشوهات في عضله القلب او حاجه. فيعني الحقيقه لازم الكنترول بتاع السكر ده من مهم بدايه جدا. طبعا طبعا مدام اسماء، طيب تليفون راح. دكتور، ايه اللي ممكن يخلي سيده خلال شهور الحمل تكتشف ان هي جالها سكر وهي اصلا ما تبقاش مريضه سكر؟ اول حاجه اللي بيقول مثلا بتخش التواليت فترات يعني بعد متقاربه جدا وكميه البول كتيره، العطش، الجوع، دي الحاجات الاعراض السكر العاديه. فاحنا عشان كده روتين مع بدايه الحمل بنعمل تحليل سكر صايم وفاطر وتحليل بول كامل، يعني برضو نشوف نسبه السكر في البول. لو اكتشفنا ان هي برضو عندها استعداد، او بنسالها الاول هل في عندها تاريخ عائلي للسكر ولا لا، دي بيبقى اكثر عرضه للاصابه بالسكر اثناء شهور. طبعا المتابعه اثناء الحمل بالسكر التراكمي اللي بيدينا فكره عن ازاي السكر ده حصل له كنترول في اخر قبلها بثلاث شهور. فلازم المتابعه مع دكتور يعني التخصص غده الصماء وسكر يعني. طيب السؤال برضو اللي دايما السيدات الحوامل اللي بتصاب بالسكر اثناء شهور الحمل بتساله، خاص بانه طب هو انا لما هخلص حمل او هولد السكر ده هيكمل معايا ولا السكر هيختفي؟ بنسبه كبيره جدا بترجع لطبيعتها تاني، انما في جزء بيستمر بعد الولاده، انما على الاقل الكنترول بيبقى اسهل قوي بعد ما تولد. يعني هي بس لازم تظبط السكر خلال شهور الحمل عشان ما يحصلش مضاعفات. جدا جدا. طيب دكتور، ارتفاع ضغط الدم من الحاجات كمان اللي بتقلق السيدات جدا خلال شهور الحمل، لانه احنا بنسمع انه السيدات اللي عندها ضغط دم مرتفع خلال شهور الحمل او حصل لها خلال شهور الحمل دي معرضه للاجهاض بنسبه اعلى بكتير قوي من السيده اللي ضغط دمها طبيعي. عند حضرتك حق، هو احنا بنقسم لضغط اثناء الحمل لنوعين، ضغط كان موجود قبل ما يحصل الحمل وده بيستمر من الاول وده ملوش خطوره قوي، انما الضغط المصاحب للحمل ده، ضغط او ارتفاع الضغط المصاحب للحمل ده بيكون اخر شهرين او اخر ثلاث شهور اكتر، وده اللي هو ممكن يكون له مضاعفات اكتر من مريضه الضغط اللي هي اصلا مريضه الضغط من قبل ما يحصل حمل يعني. المشكله في الضغط ان هو بيبقى فيه عشان الاوعيه الدمويه تتقبل الضغط العالي ده بيحصل لها انقباض. انقباض الاوعيه الدمويه بتشمل كل الاوعيه الدمويه حتى اللي بوصل للجنين، فبنوصل لجنين ناقص النمو، حجمه اقل من الطبيعي، زائد ان ممكن يحصل انفصال في المشيمه ويحصل نسف قبل الولاده. فبرضه الضغط من الحاجات المهمه جدا لازم نعملها كنترول، ولازم يتقاس الضغط مع كل زياره. يعني احنا لو ما عندهاش تاريخ سابق للضغط يعني بنركز على اول اخر ثلاث شهور اكتر يعني، ده اللي هو ارتفاع ضغط الدم المصاحب. طيب مدام اسماء رجعت مره ثانيه. الو. طيب دكتور، لو السيده اكتشفت يعني انه ضغطها عالي زي ما حضرتك قلت خلال اخر ثلاث شهور من الحمل، هل بتاخد ادويه خاصه بالضغط؟ في أدوية خاصه بالضغط مع الحمل للحوامل بتاخد يعني ممكن كنترول. وممكن مريض الضغط اصلا يعني تبقى حامل وتاخد الادويه بس احنا بنعمل شيفت الادويه اللي هي مناسبه للحمل، مش يعني في ادويه ما تنفعش تاخد. مين المفروض بقى يقرر الادويه الخاصه بالضغط؟ الطبيب. دكتور البطنه ولا لا؟ ما دكتور النساء. احنا عندنا سكوب معين كده للادويه اللي سيف مع الحمل، فاحنا بنتحرك بتعملوا لها شيفت يعني الادويه. بالظبط. طيب دكتور طبعا زائد طبعا الاملاح، نقول لها على طول توقف املاح خالص. وعصبيه يا دكتور وقلق. العصبيه دي كل الستات هي بس الحوامل إيه؟ طيب. مش الحوامل بس، ما هو لازم بقى ننصح وقتها بقى الراجل الزوج. والله الراجل ده غلبان جدا. والله الراجل غلبان يا دكتور. والله غلبان. يعني على الاقل طبعا هو لازم يقدر الحاله النفسيه اللي هي فيها، لان معظم الحوامل برضو بتبقى هو احساس بالخوف واحساس بالمسؤوليه هتبقى قدها ولا لا، بالذات لو اول حمله او كده، فلازم احنا بتبقى بتنفعل على اقل حاجه، بتبقى عاطفيه زياده عن اللزوم،
تبقى دايما دموعها سابقاها في الفتره دي يعني. ده الطبيعي ولا ده الحمل بس؟ ما هو ده خايفه بس هو لا يعني بس يا دكتور يعني اكتر بقى وهي حامل اكتر يعني طبعاً اكيد احنا يعني متاكدين ان الستات كلها عندهم العاطفه زايده قوي طبعاً. بس خلال شهور الحمل كمان الحاله دي بتزيد قوي طبعا، لازم الراجل او الزوج يقدر ده ماشي يعني. طبعا احنا بننصحهم طبعا اكيد هم واخدين بالهم بالذات لان في نوع من الاكتئاب بيجي اثناء الحمل او بعد جداً. الولاده صحيح. هو بعد الولاده اكتر يا دكتور الاكتئاب ما بعد الولاده اكتر ولا خلال بنشوفه بنشوفه يعني بس بيبقى يعني اخطر يعني انما طول الحمل بيبقى فيه نسبه بقول زي ما بقول لك هي الخوف من المسؤوليه والخوف من الولاده وللاسف بقى الـ الامهات يعني الامهات اللي كل واحده تديها خبره ويا ريت بتقول لها الحقيقه انما لازم برضو الستات عندنا برضو بيحبوا يزودوا شويه عشان حد يقول لها يعني حصل كده. لا الام المصريه اصلها بتخاف بزياده عن اللزوم بالظبط. وفي مواقع كده غريبه بيخشوا عليها الحوامل الحقيقه دي بتبقى كلها معلومات مغلوطه فبتخوفها اكتر يعني بتخوفها اكتر. يعني حضرتك بتنصح اي ست حامل دلوقتي ان هي ما تاخدش اي معلومه من حد محيط بيها بتاتا الدكتور اللي بتتابع معاه بس وبس الدكتور افيلبل 24 ساعه عشان ما تتوترش بالظبط كده بالظبط. طيب دكتور السونار من الحاجات المهمه جدا خلال متابعه الحمل ولكن طلعت كده موضه جديده ان الستات تقول ايه انا مش عايزه اشوف السونار ده انا مش عايزه اعرف حاجه مش عايزه اعرف هو بنت ولا ولد انا مش عايزه اعرف يعني السونار خايفه ان هو يبقى فيه أشعة معينة أنا سمعت ده من كذا حد يا دكتور تأثر على صحة الجنين الكلام ده الأول صح ولا لأ ولا دي برضو من ضمن المعلومات المغلوطة مبدئيا لأ خالص لا مش صح خالص بالعكس ده هو موجات فوق صوتية ملوش أي أثر جانبي على ما هوش أي نوع من الأشعة يعني دكتور لا 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 بتأثر على الجنين خالص خالص خالص. طيب الكلام الخاص بأنه أنا مش عايز أعرف هو ولد ولا بنت برضه انا بحترم بتحترم طبعا بحترم الرغبه بتاعتهم بس في ناس بتحب انما هم بحترم الرغبه بتاعتهم انا ببقى كاتبه في الفايل بتاع العيانه بس هي مش عاوزاه خلاص هي بصراحه في ناس تقول لك انا عاوزه ابقى تبقى مفاجاه ساعه بس يعني ده نادرا يعني انما كله بيحب ده من اول شهر يقول لك طب يعني انت حضرتك بخبرتك كده ده ولد ولا بنت اقول له ما ينفعش هو بنعرفه في اخر الشهر الرابع يعني. اخر الشهر الرابع ما بيبانش من اخر الثالث يا دكتور ما بيبانش يعني قليل بس الاكتر في اخر الشهر الرابع عشان اكتمال الجهاز التناسلي بيبقى شبه بعض جدا الذكر والانثى يعني بيبقوا شبه بعض بيبتدي يختلف تحصل اختلافات في اخر في الشهر النص الرابع في النص الاخير من الشهر الرابع عشان نبقى شهور طيب ايه الحاجات اللي ممكن نعتمد على السونار فيها عشان نعرف الحاله الصحيه للجنين شكلها ايه او الامراض اللي معرض ليها الجنين ده او المشاكل اللي هيتولد بيها الجنين ده مثلا ما طبعا الاول سلامه الجنين ده ان احنا قدامنا حتى من اول هو كيس حمل بنعرف بنقيس الكيس ده وهل هو مناسب لتاريخ الحمل او لا بنعرف الكيس ده بينمو او لا وبعدين بعد كده بشويه بنشوف النطفه او بنشوف الجنين نفسه من غير نبض وبعد شويه بيبان النبض على الاسبوع مثلا لو كنا عاملين سونار مهبلي من الاسبوع الخامس السادس لو كان سونار عن طريق البطن بنشوفه من الاسبوع السادس للاسبوع الثامن نبض بنشوف اذا كان زي الجنين ده حي او لا العدد ممكن تكون كيس واحد او اثنين حتى من اول الحمل خالص هل هو توأم ولا تريبلز او اكتر من توأم النمو الجنين بقى احنا في كل زياره بنشوف هل هو بيحصل له نمو ولا لا لو نمو قل شويه بنعرف ان الدم اللي واصل له قليل بنديها ادويه تعمل سيوله في الدم عشان تزود الدم اللي واصل للجنين ونزود النمو بتاعه بعد كده اللي عندهم مثلا سكر او كده بنكتشف العيوب الموجوده او العيوب الخلقيه او اذا كانت موجوده او لا شر يعني او كميه الميه اللي حوالين السائل الامنيوسي اللي حوالين الجنين كل الحاجات دي بنشخصها بالسونار السونار ده بصراحه ريحنا جدا جدا. طيب حضرتك قلت انه في بعض السيدات بنضطر ان احنا نديها خلال شهور الحمل الحقن اللي بتعمل سيوله عشان توصل التغذيه للجنين بشكل افضل. هو ليه احنا بقينا بنشوف عدد كبير جدا من السيدات دلوقتي بياخدوا النوع ده من الحقن؟
هو مش بتحصل يا رب. لا بتحصل بس هو دي حاجه كويسه اكتر من زمان كتير. ما هو زمان ليه؟ ما احنا كنا زمان بنسمع كتير جدا عن واحده كانت حامل وولدت جنين متوفي ما خدتش بالها او كده. دلوقتي مع التقنيات الحديثه في التشخيص بقينا نشوف الحاجات دي، يعني نمو الجنين قل شويه او احنا بالدوبلر او بنشوف الدم الواصل للجنين من ايه قليل، فعشان كده بنكتشفه. انما الاول كنا بنسيبها كده لغايه ما تولد، والله طلع كويس كان بيها، طلع وحش خلاص. انما بالعكس احنا ولكن دلوقتي ده احنا ما بنجازفش بالظبط يعني، عشان التقنيات الحديثه دي اللي في التشخيص فبدانا نستعمل الحاجات دي. انما هي مش ما يعني لو كنا زمان التقنيات الحديثه دي اتاحت لنا ان احنا نشخص الحاله بشكل ادق، فبالتالي طبعاً. لو هي محتاجه الست للادويه المسيله للدم يعني بنديها لها بالظبط كده. طيب دكتور، هو لو السيده ما اخدتش الادويه دي كانت بحاجه ليها، هل ده بيخلي الطفل يتوفى مثلا او الجنين يتوفى بشكل مبكر في الرحم؟ وعلى حسب خطورة الحالة، على حسب هل يعني الدم اللي واصله ده قليل بدرجة معقولة بحيث ان ممكن يتولد بس يبقى ناقص النمو حجمه اقل، او لو يعني سرعان الدم ده قل قوي بيحصل له وفاة داخل الرحم لانه مش واصل له التغذية المناسبة. طيب الشهور الاولى دايما بيبقى فيها الاحساس بالغثيان. انا حاسس ان انا ملياش اي شهيه، دايما السيده تقول كده، انا ملياش نفس لاي نوع من انواع الاكل، انا ما بقدرش اشم ريحه اكل في البيت، لو انا واقفه بطبخ ده ممكن يجيب لي احساس بالغثيان، انا حتى مش بقدر اشم ريحه هدوم جوزي نفسها. أيه بالظبط، تتقالي يا دكتور الزوج عشان كده بقول ده غلبان جدا يعني، او لو بالذات لو كان سموكر او بيشرب سجاير او يعني حاجه، يا ريت يعني تمشي من البيت اصلا خالص. أيه بالظبط، هو الفكره ان انا ببقى غصب عنها، بس برضو يعني الانطباع اللي موجود ان مثلا والدتها تقول لها لازم تاكلي كويس او ترشور، انا بقول لها كلي اللي انت تقدري عليه. احنا ما نغصبش عليها تاكل عشان هترجع، هو الغثيان ده حاجه طبيعيه يعني في الحمل. اولا ليه الاحساس ده يا دكتور بيبقى متكرر؟ هو هرمونات الحمل بتعمل كده. احنا حتى بنقلق لما يجي حمل بتقول انا ما عنديش اعراض، بنقلق قوي بنقول الحمل ده مش سليم. انما كل ما كان الحمل سليم وكل ما كانت الهرمونات كويسه بيحصل الاحساس بالغثيان ده، ونقول لها ان حاجه دي حاجه طبيعيه، وممكن بدل ما ناكل كتير او حاجه ونرجع لا ناكل وجبات صغيره ان شاء الله 10 مرات في اليوم بس ما تشبعيش عشان ما ترجعيش. والاكل اللي هو الحاجات النواشف دي بتكون احسن شويه من السوائل، السوائل بيخليها عندها استعداد للترجع، رغبه في التقيؤ بشكل اكبر. الا بقى في حالات اللي هو القيء المستعصي ده اللي يبقى قيء على طول ليل نهار بدرجه انها تاثر على الحاله العامه بتاعتها، ودي ساعتها بقى لازم نضطر نخش المستشفى ناخد محاليل معينه عشان نقلل الاثار الجانبيه. طيب لو هي مش بتعاني من قيء مستعصي ولكن بتعاني من قيء مع شم مثلا بعض الروائح زي ما في قلنا ادويه دلوقتي، الادويه بقى بتلعب دور هنا ان هي توقف الحاله دي. لان الحقيقه هي بتبقى حاله مؤلمه جدا، انا عارف يعني الاحساس بالقيء ده صعب مش جدا، مش قادره تعيش حياتها بشكل طبيعي يعني. طب هنقدر نسيطر عليه؟ بقى الادويه دلوقتي طبعا الادويه موجوده دلوقتي بتقنيات حديثه يعني طيب بسلام يعني. هي لازم تاكل في اول 3 شهور يعني دول بشكل خاص؟ يعني هل في اكل معين هي لازم او تغذيه معينه هي لازم تمشي عليها عشان صحه الجنين؟ واحنا اول 3 شهور بنقول لها بس نتحاشى اي حاجه مش طبيعيه، بالذات الاغذيه المصنعه انكلودنج البرجر والحاجات دي يعني مستحسن، يعني مع انها بتبقى اكتر نفسها اكتر الحاجات دي، بس بننصحها نقول لها على قد ما تقدري نقللها يعني. انما هي مش هتقدر تاكل برضو كويس، انما احنا بنبدا نحاسبها من بدايه الرابع، خلاص الموضوع الغثيان ده قل في معظم الناس، نبدا نقول لها اهم حاجات الحاجات الطبيعيه اللي هي البروتينات زائد منتجات الالبان دي اساسيات عشان الكالسيوم طبعا هي محتاجه جدا، لازم نهتم بيها زائد الاكل الخضار الفريش او الفاكهه الطازجه. طيب دكتور ايه اللي بيخلي معظم السيدات تدخل في حاله اشتهاء لبعض الاطعمه المعينه اللي هو احنا بنطلق عليها كده بالبلدي الوحم؟ ده انا بتوحم على كشري، انا بتوحم على فراوله، انا بتوحم على رنجه. والكريمي ده موجود ومكتوب
يعني عشان انا ليه بسال السؤال ده؟ عشان الرجاله بيفتكروا ان احنا بنتدلع. لا لا هي مش فكره، هي انها موجوده بس هي الحقيقه يعني ملهاش اساس علمي، انما هي موجوده. بس هي موجوده اه موجوده موجوده طبعا. ده بتحصل ايه؟ نتيجه التغير الهرموني اللي بيحصل في جسمها، فبالتالي هي بتروح نفسها على حاجات معينه تاكلها. ما بقول حاجة كتفسير علمي مش موجود. لا مش موجود، انما لازم طبعا رغبتها حتى لو مش حامل بسبب حاجه ما لازم تحترم طبعا. طبعا اكيد. طيب دكتور، ايه المشاكل تانية عشان نتنقل بقى للمرحله الثانيه او الشهور الوسطى من الحمل؟ ايه المشاكل الثانيه اللي ممكن تقابل السيده الحامل في اول 3 شهور؟ اول 3 شهور احنا قلنا اللي هي النزف والالم وكده عشان نتحاشى ان نكون حمل خارج رحم او اجهاض بانواعه. الشهور الوسطى بقى دي بنقول لها هي دي احسن شهور ممكن تعدي فيها، ان الدنيا بتبقى احسن، الاحساس بالغثيان تقريبا راح، الرحم بدأ يرفع شويه، تخش التويلت فترات قريبه. احسن 3 شهور دي اكتر حاجه اعراض بيخوفنا شويه اللي هو الالام بتاعت الرحم، اللي هو بتقول لك بطني بتشد قوي وتفك او كده، فدي ممكن تبقى ايه يعني الام ولاده مبكره او اجهاض او كده، ودي بناخد عقاقير معينه بتعدي على خير. انما احسن 3 شهور 3 شهور الوسطى بس هي اللي بتبقى فيها مرتاحه اكتر. بالظبط. بعد كده بيبقى في معاناه تانية بقى، مش بقى اللي هو تقل البيبي ومش قادره برده تتحرك براحتها، زائد برده دخول التواليت الثاني بيزيد، بس ده نتيجه انحشار العضو البيبي اللي هو مثلا سواء راس البيبي او رجليه او كده في الحوض، فممكن تخش التواليت اكتر وتبقى حركتها تقيله او كده. طيب من الحاجات المتوارثة جدا برضو المعلومات اللي احنا واخدينها عن اهالينا، انه يعني ما تتحركيش خالص انت حامل عشان ما يحصلكيش اجهاض. اوعي تتحركي، اوعي تبذلي مجهود زيادة، اوعي تتمشي كتير، ودي من الحاجات اللي دايما بتتقال مع بداية الحمل او مع الشهور الاولى من الحمل. الكلام ده حقيقي ولا لا؟ وليه بسأل السؤال ده يا دكتور؟ لان انا بقيت اشوف بره ودلوقتي والله على فكرة حتى في مصر ستات كتير جدا بتمارس الرياضة، او لو هي رياضية بتكمل ممارسة الرياضة اللي هي كانت متعودة تلعبها مع شهور الحمل. هو احنا بنقسمه لنوعين، حمل طبيعي خالص ودي مسموح بيها برياضة بسيطة، رياضة المشي دي ما فيهوش مشكلة خالص، انما طبعا ولا جري ولا تريدميل او حاجة، طبعا المشي الطبيعي ده دي الرياضة المسموح بيها. انما لو هي كانت عندها اجهاض منذر او حصل لها قبل كده سابقه في اجهاض، فيستحسن انها تستريح بالذات اول 3 شهور لو عندها استعداد للطلق المبكر او ولاده مبكره، دي لازم راح عامله ربط على الجنين لازم تستريح. يعني في بعض الحالات الخاصه اللي لازم الراحه تبقى طبعًا مهمه جدا بالنسبه لها، ولكن مع معظم الحالات لو هي عاديه لا تمشي. المشي ده ماشي الحاجه اللي تروح شغلها حاجة وتمارس حياتها بشكل طبيعي. يا مريم. الو. الو. ايوه مريم اتفضلي. مساء الخير. مساء النور اتفضلي. كنت عايزه اسال بس الدكتور. دكتور معاكي طبعا. تحت امرك. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم. معلش يا دكتور، كنت هو انا بغسل كلى بقالي شهرين. ايوه. انا مريض لوبس كلاس 5. انت اسف معلش مش سامع. ذئبه حمراء. ذئبه حمراء. ايوه. ايوه. جالي فشل كلوي وحاليا انا بغسل كلى، احنا الاول كنا مأجلين عشان خاطر ما نتعبش الكلى. حاليا الكلى خلاص هي فشلت، فهل يحصل حمل عادي؟ ممكن طبعا بس مع التنسيق مع دكتور الكلى. يعني انت لو الحمل يبقى غسيل كل يوم. ايه يا فندم؟ الغسيل كل يوم يا مريم؟ يبقى كل يوم. مريم الغسيل كل يوم انت بتقولي كده؟ قال لو حصل حمل. لو حصل حمل هيبقى الغسيل كل هو يوم. هو يعني في مريضات كتير عندهم فشل كلوي وبيكمل الحمل عادي مع احتياطات معينه وادويه معينه بنبقى نبعد عنها، انما هو لازم بالتنسيق مع دكتور النساء او التوليد ودكتور الكلى، احنا الاثنين مع بعض على اتصال على طول مباشر، او والتحاليل اللي حضرتك بتعمليها بصفه منتظمه عشان نتاكد من سلامه الكلى. انما انا بطمن حضرتك ان احنا سيدات كتير جدا بتغسل كلى وبتكمل حملها عادي. طب وانا لو محتاجه وانا عرفت الدكتور او الرقم؟ بصي يا مريم هترجعي للكنترول وهم هيدهولك. مريم انت ما عندكيش اولاد خالص؟
لا انا لسه متجوزه بقالي سنتين وعندي 27 سنه. طيب. ربنا يديكي يعني كل اللي انت بتتمنيه. بشكرك جدا. بشكرك جدا. دكتور حضرتك قلت كلام مطمئن يعني. هي في سيدات عندهم فشل كلوي وفي ناس عامله زرعه كده وبتكمل. يعني ما تخافش بقى ما تتوترش يعني. الوظائف كويسه صحيح. واحنا لازم الدكتور الكلى بتاعتها بيقول ان احنا هل الحمل ده هيبقى حاجه زياده او ممكن يبقى بيردن عليها قوي. طيب دكتور احنا بنتكلم دلوقتي بقى على الشهور الوسطى وهنشرح للسيدات ايه المشاكل اللي ممكن تقابلها خلال الشهور الوسطى من الحمل. ما زي ما قلت لحضرتك هو اكتر حاجه بتقابلنا اللي هو ممكن يكون تقلصات الرحم او ممكن نزول سائل اللي هو السائل الامنيوسي بعد مجهود جامد او حاجه. ممكن تحس ان حجم البطنها مش بيكبر لدرجه فده بيبقى ممكن نقص نمو الجنين. والحاجات دي طبعا لو هي بتتابع بصفه منتظمه بتكتشف بدري. طيب دكتور ايه اللي بيخلي سيده، لان احنا السؤال ده بنساله لبعض كتير، اللي بيخلي سيده يبقى بطنها كبيره جدا وحجم بطنها كبير جدا وسيده تانية رغم ان هي مش حامل في توأم ولا حاجه وسيده تانية في نفس الشهر تقريبا وبطنها صغيره جدا؟ هو اسباب كتير. اول حاجه ممكن يكون عضلات البطن، عضلات بطنها قويه فما بتبانش قوي يعني الحمل، يعني حجم الرحم ما يبانش قوي طالما العضلات قويه. ممكن الناس السيدات اللي عندهم ضعف في عضلات البطن وكده فممكن الرحم بيبقى يعني مقلوب على قدام قوي فبتحس انها حجمها اكبر من الطبيعي. زائد طبعا زياده السائل الامنيوسي وده له اسباب كتير منهم مريضات السكر. ممكن قلتي التوأم، نبعد عن التوأم، ممكن نفس حجم البيبي يبقى كبير نتيجه حاجه حامل وراثي، هي اب طويل مثلا بالظبط او هي مثلا ضخمه وكده فبيطلع البيبي برده بياخد منهم. ممكن تكون اورام ليفيه مع الحمل بتكبر حجم البطن. ممكن يكون برضو اورام على المبيض او اكياس على المبيض. كل ده بتكبر حجم احنا هنتكلم على الاورام الليفيه اللي بيتم اكتشافها خلال شهور الحمل لان بقت تحصل دلوقتي مع عدد كبير جدا من السيدات. بس بعد اميره. الو الو اي اميره اتفضلي. لو سمحت عايزه اكلم. طبعا اتفضلي. لو سمحت يا دكتور انا في الشهر الثامن في اول الثامن بس بعاني من ضغط واطي جدا وبولد طبيعي، ده ياثر علي لو ولدت طبيعي؟ لا بالعكس احنا بنفرح قوي بالضغط الواطي. الضغط الواطي ده احسن حاجه بالنسبه لنا. انا عارف ان هو في معاناه شويه بالنسبه لك اللي هو دوخه تاخدي نفسك وحاجات كده، بس هي دي حاجه كويسه. ان الضغط الواطي ده بيسمح بسريان الدم كويس للجنين وكده، انما مفيش اي خطوره من الضغط الواطي على الولاده. طبيعي؟ طبعا لو كل حاجه يعني ماشيه كويس، انما يعني الحمد لله كل حاجه ماشيه كويس. خلاص. وانا في الشهر الثامن دلوقتي بس ضغطي واطي جدا. طب خايفه من ايه اميره؟ ده انتي خلاص قربتي تولدي. يا رب تقومي بالسلامه ان شاء الله. لا مفيش خوف خالص. من الضغط الواطي اول مره تحصل معايا ان يكمل معايا الضغط الواطي من الشهر الثالث يفضل للثامن. هو الضغط الواطي ده طبيعي في الحمل مش الضغط العالي، ان هو بتتفتح اوعيه دمويه بينك وبين الجنين فالضغط عموما بيوطى ودي حاجه كويسه مش حاجه وحشه. ما تخافيش خالص ان شاء الله تعدي على خير. بشكرك يا امير. الف شكر. دكتور ايه اللي بيخلي بعض السيدات وعلى فكره عددهم مش قليل يكتشفوا خلال شهور الحمل ان هم بيعانوا من اورام ليفيه ما كانتش متشخصه قبل الحمل؟ اصل احنا في مصر بالذات ان كون ان واحده غير متزوجه وتروح لدكتور نساء دي مش حاجه عيب، مش واخدين عليها خالص على انما هي عشان كده بتكتشف في الحمل لما تبتدي تروح للدكتور بتبان. طب ليها اعراض يا دكتور؟ ملهاش اعراض ليها يعني قبل الحمل ولا اثناء؟ خلينا نتكلم بشكل عام عن الاورام الليفيه لانه عدد الحالات اللي بتتشخص مصابه باورام ليفيه من السيدات كبير جدا. تمام. فيعني ايه الاعراض العامه حتى لو السيده مش حامل؟ غير الحمل ان هي ممكن عدد كبير منهم جدا من غير اعراض. معقول؟ خالص. يعني حتى يعني بتكتشف بالصدفه. انما الاعراض اللي بنلاقيها بقى اللي هي بتشكل شويه بتبدا السيده تقلق وتبدا تروح للدكتور هي النزف مثلا. النزف ده ممكن يجي مع الدوره الشهريه بتيجي
بكميه اكتر كميه اكتر او ممكن ما لهاش علاقه بالدوره الشهريه، وده بتعتمد على مكان الورم اللي فيه جوه الرحم، زائد كبر حجم البطن. مثلا واحده مش متزوجه وتلاقي بطنها بتكبر من غير سبب يعني من غير حاجه، تبدا برده ساعتها ممكن الحجم يبقى كبير. ممكن ضغطه على يعني المثانه مثلا، بتخش برده التواليت فترات قريبه قوي. ممكن طبعا الناس في الكتير ده بيعرضها الانيميا، دي كل دي من اعراض. ولو هي مش مركزه قوي مع نفسها ممكن الاعراض تعدي عليها، ممكن تعدي عشان كده بتكتشف. حضرتك بتقولي نفس الكلام اللي هي بتكتشف اثناء الحمل بس. واحنا بنعمل الالترا ساوند بنلاقي ان كيس الحمل موجود بس فيه ورم ليفي. طيب السيده بقى اللي حصل لها حمل واكتشفنا ان هي عندها ورم ليفي، وبدأنا مع متابعة الحمل ومع السونار نكتشف ان الورم ده حجمه بيكبر وبيزيد مع الحمل. وده طبيعي، بيزيد مع اثناء الحمل بيزيد حجمه، بنفهم الحامل كده ان حجمه بيزيد لان هو بيعتمد على هرمونات، هرمون الاستروجين ده اللي بيزيد مع الحمل، فلازم حجمه بيزيد ما نقولش الدبل يعني، اقل من الضعف شويه. بنقول لها ان هيرجع تاني بعد 6 شهور من الولاده بيرجع لحجمه الطبيعي تاني. ولكن ده ما ياثرش على حجم الجنين؟ هو ما ياثرش على الحجم او نموه؟ مش النمو قوي، بس ياثر على حسب هو مكانه موجود فين. ممكن على مثلا المفروض الطبيعي خالص ان الجنين ساعه الولاده بيبقى الراس تحته ورجليه فوق، انما هو ممكن يكون في ورم موجود جوه الرحم يخليه ياخد وضع مستعرض، او ممكن يكون تحت فممكن يخلي الجنين نازل بالمقعده ياثر على وضعه جوه، يعني ياثر على الولاده، يأثر على طبعا نوع الولادة، نوع الولادة اختيارنا يعني نوع الولادة، بيعتمد على مكان الورم ده موجود فين. طيب كتير من السيدات تفكر تقول ايه، انا اكتشفت ان انا مصابة بأورام ليفية خلال شهور الحمل، انا هستنى مع يعني الجراحة اللي انا هعملها للولادة وكده كده انا بولد وهلجأ لجراحة وفتح بطن، طيب ما انا استأصل كمان الاورام اللي فيها اللي انا اكتشفتها دي مع عملية الولادة عشان ما ادخلش مرض. اخطر حاجة ممكن لا يمكن. انا بسأل السؤال ده عشان حياتك تقول لهم الاجابة دي. اخطر حاجة اولا بيبقى الحجم مش طبيعي زي ما قلنا، حاجة الحجم بيبقى ازيد، زائد الاحتقان الدنيا جوه زي الجالي كده، ايوه زي الاحتقان الموجود طبعا، فبتطلع معرضها للناس في اثناء الولاده. ولا طبعا احنا ما نقربلوش خالص الا بعد 6 شهور من الا لو حاله واحده بس، اللي هو لو كان ورم ليفي خارج تجويف الرحم وله بيسموه له او يعني نتوء او حاجه كده، فبنخاف ان اثناء فترة اللي هو بعد الولادة بيحصل له زي تورشن او يلف حوالين بعضه او كده، ساعتها بنستأصله، ودي حاجة عملية بسيطة قوي يعني، دي في حالة واحدة بس، حالة واحدة حياتك بتقولها دلوقتي. انا ليه بسأل السؤال ده يا دكتور، لانه كتير من السيدات ما تبقاش فاهمة اللي حياتك بتشرحه دلوقتي وتلوم على الدكتور. ايوه كتير طبعا، انه ليه طب ليه حياتك ما استأصلتش، حياتك كنت فاتح والدكتور استخسر وما رضاش يعملها عشان يعمل عمليه ثانيه. بنسمع الحاجات دي كتير، لكن هي ممكن تتعرض لمضاعفات خطيره جدا ونسف طبعا، لان الدكتور قرر يشيل الورم الليفي اثناء الولاده وساعتها بتبقى هل يعني جوه بقى. هي اتقالت لي اللفظ ده بالظبط يا دكتور، البطن جوه عامله زي الجالي في الولاده يعني، فاحنا بيبقى صعب علينا جدا اننا نشيل الورم الليفي. وبتتعرض الناس ولازم تاخد نقل دم، ويمكن ناس كتير لو جذفت وعملت كده بنعرضها انها تعمل استئصال الرحم، ما فيش يعني ما بقاش في كنترول على البليدنج اللي نقدر بالظبط على النسف. بالظبط يعني هي بتفكيرها هي بتعرض نفسها لايه، لمخاطره كبيره جدا. تفكير الدكتور، ما هو الدكتور هيسمع كلام مريضة لو كان مش صح ازاي. هي بتزعل بقى، هي الست بتزعل تقول لك طب هو ليه ما عملهاش مره، بدل ما هي بدل ما هو يزعل هنقول لها بقى النهارده وهي تزعل تاني لعمره كله يعني. ما احنا يا دكتور بنقول لها النهارده اهو، هو ليه الدكتور بيرفض وبتخرجي بتسالي السؤال ده؟ صح، حياتك شلته بقى مش كده الورم اللي فيه؟ لا انا ما شلتهوش. هتزعل الست. فهي النهارده احنا بنحاول نقول لها بقى لا ما تزعليش، ده عشان مصلحتك بالظبط كده. طيب ندخل بقى في اخر مرحله او اخر 3 شهور، وهي الشهور اللي الست بقى بتبدا فيها تتوتر جدا بقى وكده. هي استعدادات طبعا، بس هي كمان بتبقى في حاله توتر عاليه جدا، انا خلاص هولد، انا الولاده هتبقى سهله ولا صعبه، انا هيحصل لي مضاعفات ولا لا اثناء الولاده، يا رب تعدي على خير.
وبرضو بحب كلمة أوجهها لكل الحوامل يعني. مش كل ولادة طبيعية تبقى أسلم، والدكتور مش ممكن يكون بيستسهل يعمل قيصرية عشان يريح نفسه زي ما بيقولوا أو كده. احنا عندنا بارامترز معينة أو حاجات معينة تقول لنا إن السيرة دي هتولد طبيعي أو لا. في تليفون معاه ولا لا؟ فاحنا يعني لازم قبل ما نفكر، أو هي ما تسأل الدكتور أنا عاوز أولد طبيعي، لا طب من الأول نصبر شوية نشوف وضع الجنين إيه، صحتك العامة أخبارها إيه، الحوض بتاعك يسمح بولادة طبيعية ولا ما يسمحش، الحاجات دي كلها هل في وجود أورام ليفية ولا لا ممكن تأثر على الولادة الطبيعية. الدكتور بياخد القرار عشان يحافظ على مصلحته بالظبط، عشان يبقى احنا اهم حاجة الولادة الآمنة مش الولادة الطبيعية او الولادة القيصرية. يعني الولادة الآمنة دي يبقى سيبيه القرار للدكتور هو اللي يقرر بالظبط.